ولا ولا اصحى عشان خاطر خالك جاي من السعوديه. في حد يجي من السعوديه الساعه 6 الصبح؟ طب يلا قوم عشان بابا قال لي اصحيك، ولو ما صحيتش ارش عليك ميه. يلا يلا من هنا، طف النور واقفل بورك. خد يا لاب. لا يا حيوان، انت مش هتصحى مع اخوك ليه؟ لا يا حاج، من قال كده؟ انا كنت اصلا نازل استنى تحت. لا هو قاعد بره، هطلع له عبال ما اروح مشوار واجي. هو بره؟ طب دقيقه واحده غير واطلع. ازيك يا خالو، عامل ايه؟ الحمد لله على السلامة. ايه ده عمد؟ الحمد لله يا حبيبي، انت كبرت قوي. خلاص بقى يا خالو، ما كانوش 9 شهور يعني. وانت ازيك يا ام العيال، اخبارك ايه؟ الحمد لله والله يا اخويا، مصر كلها نورت. لا يا خالو، فين شنط اللبس والكاجو والفستق والنسكافيه ده في واحد والشامبوهات والحاجات دي كلها؟ ولا برضو جاي زي كل مره ما معكش غير السجاير بس؟ دم خفيف هذا الطفل. هذا الطفل؟ ما تقوليش طفل، انا اسمي لبان. لبانه ولا علكه؟ وازيك يا سيدي، وازاي العيال؟ الحمد لله زينه والله زينه. طب الحمد لله. طب انت ابن حلال والله، استنى اوريك فيديو من فيديوهات ابن اختك. مين؟ عماد؟ ايوه اخويا، بقى كبر وبقى ماريو قد الدنيا. ناس مني ومن دمي. طب ما بلاش الفيديو، طيب يا ماما يعني هات فيديو تاني. لا لا سيبه، انا ابغى اكمله. انت شكلك محروق، انت شكلك مكسور. تستحي؟ انت تستحي؟ محدش فيهم شال همي، محدش كان خير عليا. ده بقى اللي ما شفتش بقى. ايه ده بس؟ الولا ما عرفتش تربيه يعني؟ ده مجرد فيديو. لا هو الولا حاطه صوره خاله سايد في الفيديو. ما هو علشان برضو المصداقيه وكده يعني. طب خلاص، انا بقول بقى كفايه فيديوهات كده. خلو خلاص يا خلو، اقعد بقى وانا هوريك فيديو تاني. عزوه الله مش فرجي. خلاص انا هقعد عشان خاطرك انت. يلا يا مسمسي، اروح لمين يا زمان؟ قول لي. لا لا، ايه في ده؟ ايه في ده؟ ولا في ده؟ بلاش ده. خال السيد كان ورث امي. كان ولا ما كانوش يم؟ كانوا كانوا. هفضح لك اخواتك. بتفضحونا؟ انا ما كانش نصه في الدنيا يعني. هو برضه عشان المصداقيه يعني نكذب برضه على الناس؟ لا لا لا، دي مش مصداقيه، دي قله ادب وقله ربايه. دي تعرف تشرب بالوسط؟ لا هو متربي مش قله ادب. انت اللي نصاب، انت اللي خدت نصه في الدم بتاعي. يا جماعه ده مجرد فيديو والله. اهدى بس، اقعد بس. خلاص اقعد يا ماما. ما خلاص بقى، وخدت 300 جنيه كمان. انا سايب لكم. انا مش جاي هنا تاني. ايوه مش مش قرف. معيش جنة تانية على الصوت. ناس قالت الأدب معرفش رب عيالهم. مصطفى الدايم يعني عايزة. ناس مني ومن دمي، خلي السيد كالو ورسمي. كان ولا ما كانش يمي. خد يا خلو، رايح فين؟ في كمان فيديو.